المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، مناسبة لنؤكد على العلاقات المتميزة التي تربط الحزبين، حزب الحركة الشعبية وحزب تقدم الاشتراكية، منذ سنوات عديدة نشارك في الحكومة معا منذ 20 سنة، ولنا علاقات تاريخية تعود إلى قبل ذلك. جئنا لرمزية الحضور، لأننا نريد أن نؤكد من خلال هذا الحضور على ضرورة أن يستنهض الحقل السياسي هممه وأن يعود إلى أمجاده، وأن تكون للأحزاب السياسية الوطنية الكلمة فيما يتعلق بمختلف التطورات التي تعرفها الساحة السياسية. حزب الحركة الشعبية ينتمي للأحزاب التاريخية، له 60 سنة من التواجد، وحزب تقدم الاشتراكية له 75 سنة من التواجد في الساحة الوطنية. علينا معا إلى جانب أحزاب وطنية أخرى وتاريخية جادة، علينا معا أن نعيد الاعتبار للعمل السياسي، وأتمنى أن يساهم هذا المؤتمر في ذلك بقوة، وأن تكون بمثابة انطلاقة جديدة لإحداث مصالحة حقيقية بين الشعب وفئته الواسعة وبين العمل السياسي والأحزاب.